محمد إسلام. محمد إسلام حضرت لنا إيه النهاردة نسمعه في الخطبة؟ خطبة ذكر الله تعالى. في ذكر الله تعالى، جميلة ما شاء الله، اتفضل. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل ذكره سببا للفوز بدار السلام، ومغفرا للذنوب والأثام، وجعل الإعراض عنه سببا للخسارة والحرمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم وصرهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واعلموا أن في ذكر الله حياة القلوب والقرب من علام الغيوب، واعلموا أن في ذكر الله كشف الغموم وتفريج الكروب، واعلموا أن في ذكر الله كشف الغموم وتفريج الكروب، واعلموا أن في ذكر الله زوال المكروه وحصول المطلوب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي وأنامه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إلي ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إلي باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. متفق عليه. فذكر الله تعالى محله القلب واللسان والجوارح. أما ذكر الله تعالى بالقلب فمعناه أن يكون ذكر الله تعالى دائما في قلبه، ويفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله التي بارت العقول وأحكامه التي بلغت من الحكمة غايتها القصوى. أما ذكر الله تعالى باللسان فمعناه أن ينطق بلسانه بذكر ربه وبذكر أسمائه وصفاته، فالتهليل والتكبير والتسبيح والحمد والثناء من ذكر الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذكر الله تعالى. أما ذكر الله تعالى بالجوارح فمعناه أن يكون ذكر فأما ذكر الله تعالى بالجوارح فأن يكون كل فعل تفعله مقتربا لله عز وجل متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من ذكر الله تعالى. فيا أيها المؤمنون اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإنما هذه الحياة والصلاح. واعلموا الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم واعملوا بها فإنها هي خير وبركة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مات مرة كتبت له مات حسنة ومحت عنه مات سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومها ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أقصر من ذلك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مات مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا محمد، ممتاز. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يحفظهم جميعا وأولاد المسلمين بحفظه، وأن يرعاهم برعايته
إنه ولي ذلك ومولاه. شهدي الأكارم، تعالوا بنا إلى النقطة الثانية في هذه الحلقة الطيبة المباركة، مما قاله علماء التربية حتى نربي أبناءنا التربية الصحيحة وننشئهم التنشئة الإسلامية.